يا فاروق، مساء الخير. برحب بيك كابتننا الكبير الكابتن هاني رمزي، وبرحب بالاستاذ الناقد الرياضي الاستاذ احمد مجدي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بنرحب بيك يا فاروق. وكنت بتكلم مع احمد وكنا بنتكلم في جزئين، جزء ان المعسكر معسكر مثالي من حيث تواجد كل الامكانيات، من حيث بعده عن المدينه، المنطقه هاديه جدا، المنطقه فيها خضره كبيره، وده بيساعد اللعيبه حتى معنويا في المعسكر. على الجزء الاخر كمان كان مهم جدا تواجد اللعيبه الجديده، العناصر اللي داخله جديده على النادي الاهلي، زي طبعا رضا سليم وامام عاشور، عوده كريم نيدفيد، صلاح محسن. لقينا الهارموني ممتاز والروح جميله جدا جدا حتى في فترات الراحه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. يعني خليني في البدايه كابتن هاني اتكلم على اختيار المكان بالظبط، يعني واكيد حضرتك يعني اكيد تعي تماما، وخبرات حضرتك الكبيره جدا سواء في الطابع الالماني او طبعا النمسا، وانت عارف النظام الالماني ويعني الاجواء هنا في النمسا. اختيار المكان هو مكان طبعا يعني تقدر تقول الاماكن طبعا اللي هي مخصصه في الريف الاوروبي، هو مكان في مدينه باد تيتزمندورف، ودي بتبعد عن فيينا بساعه ونصف. المكان تعرف اللون الاخضر في كل مكان، يعني صحيح. بيحيط بالمنتجع مكان اللون الاخضر في كل مكان، طبيعه المكان. المكان ده في يعني خليني اقول لك ان هو مخصص دايما لمنتخب النمسا، دايما بيعسكر هنا، ومستر كولر اثناء توليه القياده الفنيه لمنتخب النمسا كان دائما يقيم هنا. ايضا بعض الفرق الاوروبيه الكبيره، شوف ويست هام كانت هنا، ليفربول كان هنا، منتخب كرواتيا، منتخب نيجيريا، منتخب البرازيل، منتخبات كبيره واسماء كبيره جدا كانت دايما بيبقى المقصد والهدف الاول بالنسبه لها في المعسكرات هنا. المكان طبعا مخصص للمعسكرات بتعبئه، يعني المكان بيحتوي على خمس ملاعب، اربع ملاعب للنجيل الطبيعي، ملعب للنجيل الصناعي، اتكلم يا كابتن هاني في اكثر من 30 حمام سباحه ومغطس، يعني الغرف الساونا حدث ولا حرج، يعني باعداد كبيره جدا. كل الاحتياجات اللي انت هتحتاجها سواء في الجانب البدني، في الجانب الفني، في التدريب، في الجانب الريكفري والاستشفاء موجوده، انت مش محتاج تطلع بره المنتجع عشان تجيب حاجه، يعني كل الامور متوفره. البيئه بقى يا كابتن، وانها بتدي للاعبين مرحله الصفاء الذهني، يعني الاجواء ممتعه جدا في النمسا يا كابتن هاني. حضرتك عارف طبعا يا كابتن هاني الاجواء هنا في اوروبا او النمسا والمانيا بالتحديد، الاجواء هنا في النمسا مديه للعيبه صفاء ذهني، انت دماغك خلاص مش متفرغه غير للكوره، للاجتماعات، الجانب الترفيهي طبعا اللي بيدي روح كبيره جدا ما بين اللاعبين، بيبدا يدخل اللعيبه الجداد سواء امام عاشور، داسليم، كريم نيدفيد، مش غريب عن النادي الاهلي، صلاح محسن، حتى اللعيبه الناشئين يا كابتن هاني. صحيح. دخلوا في الاجواء. اعتقد توقيت المعسكر كان مهم جدا، اختيار المكان اعتقد امر مهم جدا كان بالنسبه للنادي الاهلي. مباراه بكره، اكيد عندنا مباراه بكره مع احد الفرق السلوفينيه، مباراه يمكن قلت قبل ما اكلمك فاروق ان المباراه مش المهم منها النتيجه اكتر منها ان هو كولر بيقف على ما وصلت ليه من النواحي الخططيه البدنيه، بعض المهام الجديده ممكن تكون موجوده للاعبين بيبص عليها بشكل كويس، استعداد الفرقه ازاي للمباراه دي، وقول لنا برنامج الفرقه لغايه ما يوصلوا مصر ان شاء الله راجعين من النمسا. يعني خليني اقول لك يا كابتن هاني ان الفريق يعني النهارده كان التراي ماتش استعدادا لهذه المباراه، طبعا غادر 10 لاعبين مقر اقامه فريق النادي الاهلي، بيرستاو كان بالامس التحق بمنتخب جنوب افريقيا، الرباعي المنتخب المصري الاول، وثلاثي المنتخب الاولمبي، ثم اليو ديانج وعلي معلول، يعني 10 لاعبين الاهلي بيفتقدهم في مباراه الغد، لكن مستر كولر كان بيشتغل طبعا على بعض الجوانب الفنيه والخططيه. خليني اقول لك على مدار الايام الماضيه مستر كولر بيشتغل على الشكل التكتيك بصفه عامه للفريق بالكامل، وبعض الجوانب التخصصيه الخاصه ببعض اللاعبين. يعني طبعا يا كابتن هاني النادي الاهلي في الفتره الاخيره انضم للجهاز الفني مستر كارلوس مدو، مطور الاداء ومكتشف المواهب، اللي بيشتغل يعني على الجانب التخصصي شويه لبعض اللاعبين، تطوير النواحي التكتيكيه والفنيه لبعض اللاعبين. يعني من بعض الامور يا كابتن هاني اللي بيشتغل عليها، اللعيب اللي بيلعب بالقدم اليمنى مهم
جدا يلعب بالقدم اليسرى، اللعيب اللي عنده يعني موهبه ضربات الراس بيحاول ان هو يطورها وينميها، بيحاول ان هو يشغل بعض اللاعبين على كيفيه انهاء الهجمه بشكل سليم، يعني الفينش على امام المرمى. دي من الامور التخصصيه، انت عارف طبعا دي لازم تتعمل في الوقت المعسكر، يعني اكيد في وقت المباراه مش هيبقى قدامك الوقت الكافي انك تعمل هذه الامور، لكن اعتقد كان توقيت مهم جدا. الفريق النهارده عمل تراي ماتش، في لعيبه بتظهر بشكل متميز جدا، يعني الطاهر محمد طاهر من اللعيبه اللي مستواه اكثر من ممتاز، افشع عبد القادر، حسين الشحات، صلاح محسن، كريم نيدفيد اللي عودته قويه، يعني اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، رضا سليم اللي بدا خلاص ينصهر ويندمج مع لعيبه النادي الاهلي، يعني من اللي احنا لامسينه في التدريبات اتوقع يكون واحد من اهم الصفقات للنادي الاهلي. امام عاشور، مستر كولر بيديله اهتمام كبير جدا، اللعيبه الناشئين، اللاعب معتز محمد اللي برضه بيثق فيه مستر كولر، كريم الدبيس، زعلوك، يعني تقدر رأفت خليل، كافه اللاعبين طبعا الموجودين، لكن الروح المهمه اللي احنا لمسناها من اللاعبين ان شاء الله مردودها هينعكس على الاهلي هذا الموسم. الاهلي غدا ان شاء الله كابتن هاني، خليني اكد ان المباراه هتكون في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهره، امام طبعا احد فرق المقدمه في الدوري السلوفيني وبيلعب فيه بطوله اوروبا، مباراه طبعا بروفه قويه جدا. مستر كولر كان بيتمنى طبعا انه يكون الفريق بالكامل او العناصر الاساسيه موجوده، ولكن طبعا ظروف الانضمام للمنتخبات الوطنيه. خليني برضه اقول لك ان انا قبل يعني ما ادخل مع حضرتك كان مستر كولر متابع طبعا بعض وسائل السوشيال ميديا في مصر، وان رابطه الانديه اختارت مستر كولر كالمدير الفني، افضل مدير فني الموسم الماضي، واختيار 8 لاعبين من الفريق النادي الاهلي ومن قوام النادي الاهلي، الامر ده اسعد مستر كولر، ويعني اداله يعني حاله من السعاده شفناها من مستر كولر على اختيار 8 لاعبين من التشكيل المثالي طبعا بتصويت الجمهور. بكره ان شاء الله الفريق هيبقى فيه اليوم الاعتيادي دايما يوم المباراه، هيبقى عندنا فتره تدريب لمده 20 دقيقه تبقى صباحا، دي يعني تقدر تقول برنامج معتاد لمستر كولر في يوم المباراه، ثم طبعا هيكون وجبه الغداء في تمام الساعه 1، ثم محاضره لمستر كولر، ثم طبعا التحرك الى مدينه جراتس اللي هتستضيف احداث اللقاء، ويعني ان شاء الله مباراه تكون ختام كويس لمعسكر النادي الاهلي، مردودها ان شاء الله ومردود هذا المعسكر يبدا ان شاء الله من مباراه السوبر امام اتحاد العاصمه باذن الله. فاروق طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وتحيات طبعا أسرة البرنامج وكل جماهير النادي الأهلي أكيد لفرقتنا، ونقول لهم جود لك بكرة ويعودوا لبلدهم إن شاء الله، لبقى يعني بداية موسم طويل، وإن شاء الله يكون موسم ناجح. فاروق بنشكرك شكرا جزيلا يا فاروق.